رسمتهم يوما بقلب بالزمان الأولي يوما بقلب بالزمان الأولي. نرحب بحضور مشايخ وأعيان قبيلة قحطان العريقة على تلبيتهم للدعوة والتضامن مع ابن عمي الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آل شافي. وهذا التجمع الضخم للقبيلة هو عزاي بناكري الجميل وجاهد المعروف من مرتزقة السلطات القطرية. نحن المؤسسون ونحن الذين سنطهر قطر من رجسها مثلما فعل أجدادنا في الوجبة. أقول لتميم ومن قلبه تنظيم الحمدين أن قطر ليست ملكية خاصة. حنا شوي وحاميتنا القرامة مرسول شافي بن سفر سبق الأمهار. أن قحطان أكبر محيط الياهاج طش الكور من الجبال المنيفة. علشانك عيال مضيم جاتك تدفع الصفين مثل لمع البروق سيوفها ولا خناجرها.